يعني لسه مكملين يا احمد نماذج ناجحه ومشرفه من المصريين، ولكن خلينا دلوقتي نروح للمصريين في الخارج. وفي الحقيقه نموذج لشاب مصري قدر انه يفوز بجائزه شخصيه العام على مستوى استراليا، وتم وضع صورته على دار اوبرا سيدني في احتفالات العيد الوطني لاستراليا، وهو الطبيب المصري دانيال نور اللي قدر يقود فريق مكون من 145 متطوع كانت مهمتهم الانتشار في الشوارع لتقديم الخدمات الطبيه والدعم النفسي للمرشدين خلال جائحة كورونا. هم معنا دلوقتي عبر الهاتف من أستراليا. صباح الخير عليك يا دانيال. صباح النور، ازيك ومبروك، بنبارك لك. الحمد لله، متشكر قوي. انا لازم apologize عشان المصري بتاعي مش كويس قوي. انا معاك وهترجم لك، انا معاك وهترجم لك زي ما انت عايز ولا يهمك. متشكر. طيب دانيال، يعني انا هحاول ابسط العربي بتاعي على قد ما اقدر عشان انت تبقى فاهمني، لكن في الاول انا كنت عايزه اعرف منك يعني ايه اللي انتوا عملتوه. انا اللي فاهمه ان انتوا كنتوا بتقدموا دعم نفسي للمرشدين في الشارع، صح؟ صح صح. احنا اشترينا فان عربيه كبيره وعملناها زي مستشفى بالضبط من جوه، وبنروح لل في استراليا ناس كثيرة حرام بيناموا في الشوارع، مش قادرين يلاقوا حتة يناموا أو أكل ياكلوها، وعشان كل ده الهيلث بتاعتهم مش كويسة، فبيعيشوا في الشارع وعندهم مليون مشكلة ومش حتى عارفين عندهم مشاكل. فإحنا بناخد الباص للشوارع كل يوم ونروح نشوفهم ونديهم في دكاتره كثيره يجوا معانا ونشوفهم ببلاش، ونقدر نعمل لهم كل حاجه في الباص، نعمل بلاد تيست، نعمل سكان، نعمل اي حاجه زي مستشفى بالظبط. نعم دانيال، يعني انت كنت متوقع بقى فكره ان المجهود اللي انت عملته ده تحظى في النهايه بتكريم وتفوز بجائزه، جائزه شخصيه العام في استراليا؟ واستقبلت الخبر ده ازاي؟ لا لا لا. طبعا كنا مبسوطين قوي، بس عندنا شغل كتير نعملها، فما عندناش وقت نبقى مبسوطين، عندنا وقت نشتغل. وفي ناس كتيره هنا عايشين في الشوارع وعايزين المساعده، واحنا نفسنا نساعدهم، فلسه عندنا شغل كتير نعمله. لا. طيب ازاي يعني فكره الدعم بقى، يعني انت بتقدموا دعم نفسي، الدعم ده اكيد بيكون لي يعني، هل في متبرعين هم اللي بيدعموكوا عشان تقدموا الدعم ده للمهمشين؟ بالظبط بالظبط، هو ده بالظبط. في ناس كثيره بيساعدونا، يدونا الوقت بتاعتهم، فلوس، في كومبانيز كبيره برضو بيساعدونا، ف يعني في ناس كثيره بيساعدوا. طب دانيال، يعني في اول الجائحه يعني او الكورونا كلنا كنا خايفين، ويعني حتى الدكاترة نفسهم كانوا في الحقيقة هم سميناهم جيوش، يعني لأن هم حاربوا مرض فعلا خطير. ما خفتش أنت في الأول أن أنت تبقى للدرجات دي وسط الناس في الشارع وتنزل ويبقى فيه؟ طبعا، بس الناس اللي هيموتوا وهيبقوا حلالهم وحش قوي هم الناس في الشارع. أنا لو عيان نشكر ربنا في مستشفى، عندي بيت، عندي أصحابي، عندي ناس كثيرة يساعدوني، هم ما عندهمش حد. فده الوقت اللي لازم احنا نقوم ونساعد الناس اللي عايزين المساعده اكتر. يعني انت الموتيف بتاعك كان انك تساعد الناس، هو ده كانت الحاجه الوحيده اللي انت عايز تعملها، مش هتفكر في اي حاجه ثانيه؟ لا بالظبط. دانيال، انا عجبني جمله قوي انت قلتها، ما عنديش وقت افرح لان انا عندي شغل كتير ولسه حاجات كتير انا ما حققتهاش. فعاوز اعرف منك انت بتشتغل كام ساعه في اليوم علشان تحقق اللي بتطمح فيه الوصول ليه، وايه هو الهدف بتاعك؟ يعني سقف طموحك اخره ايه ولا ملوش حدود؟ ما يعني ما والله ما اعرفش، انا حتى ما بفكرش الوقت ايه، بس بشتغل وبحب الشغل ده قوي. عشان لما انا بعمل الشغل ده طبعا الاحساس كويس قوي، بس زي ما انا قلت لسه في شغل كتير قوي نعمله. وانا كم ساعه كم ساعه بتشتغل تقريبا؟ طيب انا بشتغل كل يوم يمكن 16 ساعه. 16 ساعه ده الشغل الخاص بالعمل التطوعي فقط، غير بقى بقيه الوقت في قراءه وفي ابحاث وشغال على فكره التاهيل ورفع كفاءتك يعني؟ بالظبط بالظبط بالظبط. طب دانيال، انا اخر سؤال ليا سريع جدا، عندك اي خطه انك تيجي مصر تقدم دعم ولا استراليا؟ طبعا لا طبعا طبعا. احنا انا كنت حتى بتكلم مع
الامباسرة بتاع ايجيبت هنا، ان نسينا نعمل حاجه زي كده في مصر. وانا كنت باجي كل سنه اشتغل في اسوان عند المكتب. انت تواصلت مع وزيره الهجره صح؟ طبعا الوزيره نبيله مكرم كويسه قوي، نبيله مكرم، وبتساعدنا قوي، ونفسها برضو نعمل حاجه زي كده في مصر. فان شاء الله لو نشتغل اكثر نقدر نعملها. شكرا ليك يا دانيال. دانيال نور الفائز بجائزه شخصيه العام على مستوى استراليا، وعلى فكره انت العربي بتاعك حلو قوي. يعني في الحقيقه دايما المصريين في اي مكان بيرفعوا راسنا، سواء كان بقى الشغل جوه مصر بره مصر، هتلاقي دايما يعني سر نجاح، اي سر نجاح موجود فتش عن المصري. المصري موجود جوه، موجود بره، دايما بيكون وراء قصه نجاح حقيقيه بتتكتب.